هالصباح وإن شاء الله تكون مرتاح. يسلم للي راح وعدوا علي مكتوب. يعرف معرض سكاي لاين إكسبو على أنه المعرض الأول والأضخم من نوعه لتسويق العقارات في الأردن. سكاي لاين إكسبو في نسخته الرابعة تحت رعاية معالي وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري الأكرم. ومعنا حاليا بالاستديو بنرحب بالضيف الأستاذ محمد البيطار صاحب موقع عقاري جو. طبعا أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم يسعد صباحك. الله يصبحكم بالخير وشكرا اللي منحتوني هاي الفرصة للقائي للتحدث عن معاناة القطاع شركات الإسكان والقطاع العقاري والركود اللي صاير الأيام. صحيح. احنا كلنا شرف بتواجدك معنا اليوم. أول شيء بدي إياك تحكي لنا عن المعرض بشكل عام، كيف كانت فعالياته هاي السنة وكيف شو اللي اختلف فيه عن السنوات الماضية؟ طبعا بدي أحكي بشكل سريع مختصر. المعرض احنا بلشنا فيه فكرته بال 2016. تمام. طعنا جولة عبو ظبي دبي للجالية الأردنية هناك، وجدنا أنه في قبول للحضور. جميل. فكرنا أنه نطبق بعد تجربتنا هناك، فكرنا نطبقها في الأردن. طبقناها 2016 2017 2018 و2019. المعرض هاي السنة الرابعة له. طبعا في مراحل تطور له كبيرة. كان عدد المشاركين 15، السنة بعدها 20، السنة بعدها 30، السنة اللي عدد المشاركين 45 شركة إسكان ما شاء الله. في منهم إشي من دولي، من تركيا، من الإمارات. نعم. يعني كان في نجاح كتير حلو. الحمد لله. الحمد لله. الحمد. طيب بما إنه إحنا بنحكي قاعدين عن معرض إكسبو، خلينا نطلع نحضر هالتقرير لعدو زميلنا هشام مضمور ونرجع نكمل لقائنا. أوكي. يسعد لي هالصباح وإن شاء الله تكون مرتاح. رعاية معالي وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري الأكرم، أقيم يوم الأربعاء المعرض السنوي بنسخته الرابعة سكايلاين إكسبو 2019، المعرض الرائد للعقارات في الأردن والذي تناول تسويق وبيع العقارات في الأردن. معرض سكاي لاين اكسبو انا بعتقد من المعارض الرائده في بدي اصنفها في الوطن العربي وبالشرق الاوسط. يعني هذا المعرض كل الشركات الراعيه والموجوده في هذا المعرض بتشكل وحده ولحمه وطنيه لغايات استقطاب كافه المستثمرين من الخارج. واحنا يعني دائما لما نقول المستثمرين احنا بنقول المستثمرين اللي هم من ابناء الوطن، فبالتالي احنا زي ما احنا شايفين الاقبال جيد، الدعم أيضا جيد، وإحنا نتمنى لرعاة هذا المعرض إن شاء الله أنه يكون في يعني حركة رائعة ورائدة في مستقبل العقارات في الأردن إن شاء الله. عبير طراون من مدينة العقب الصناعية الدولية PBI أكبا، وجودي هون بهذا المعرض للتسويق لأراضينا بالمدينة الصناعية، كون المدينة الصناعية هي جزء مهم من مدينة العقبة وبيعكس ما تتميز فيه مدينة العقبة على استقطاب المستثمرين. فهذا المعرض إن شاء الله إنه يعطينا فرصة ونستقطب بالنوعية اللي إحنا looking for إلها، اللي إحنا بدنا إياها، اللي هي المستثمرين واللي بيدوروا على استثمارات فريدة من نوعها وبيدوروا على تسهيلات وخدمات فريدة برضو من نوعها. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا خالد المدني مدير شركة نصار القيسي للإسكان. المعرض هذا صار على من قبل عقاري جو، كل لهم كل الشكر والاحترام مشان يقووا موضوع العقار داخل المملكة الأردنية الهاشمية. نتمنى سوق العقار
الكل يتفرج عليه والكل يحكي فيه، لأنه نبض الشارع الأردني وبيسوي يعني خلينا نحكي بيعمل السوق للأردن بشكل عام حياة، ولا الاقتصاد الأردني بنعش الاقتصاد الأردني. فبتمنى من الحكومة الأردنية التسلط على سوق العقار ويعطيه ذات الأهمية الواسعة. لكم كل الشكر. اليوم بعون الله تم افتتاح معرض عقاركم، وإن شاء الله هذا يعني نوع فريد وجديد بالأردن، وإن شاء الله هذا المعرض أنه يكون جاذب للاستثمار. وإحنا نعلم جيداً أنه قطاع الاستثمار عندنا في هذه المرحلة متوقف كاملاً، وإن شاء الله يعني من خلال المعرض والتسوق في المعرض يتم لقاءات بين رجال الأعمال والقطاع المستثمرين، ويعني يخلقوا فرص عمل من ناحية السوق العقاري، لأن السوق العقاري هو أساس من أساسيات الاقتصاد والنمو في الأردن. وبالتالي هذا المعرض اليوم فيه تنوع من جميع الدول موجودين في هذا المعرض، ومشاركة الجميع في هذا المعرض يدل على أنه سيكون ناجح، وإحنا داعمين لهذا المعرض وكل المعارض اللي كانت محلية أو خارج الأردن داعمين، لأنه إحنا بحاجة لاستقطاب المستثمرين ورفض الخزينة وخلق فرص عمل لأبناء وشباب هذا الوطن. فيعني إحنا بنطلب من الجميع أنه نظهر دائما بالصورة الاستثمارية بالصورة الاقتصادية بالأردن، وأن دائما نسوق الأردن أنه فعلا بيئة آمنة للاستثمار، وأنه بلدنا يعني فعلا يوجد بيها الأمن والأمان وبيها فرص كثيرة. وبالتالي هاي المعارض هي اللي بتحفز دائما هذه القطاعات، فإن شاء الله سيكون موفق بإذن الله في ظل استقرارنا وأمننا، وإن شاء الله أنه يكون فعلا يعني رافد للمواطن ورافد للخزينة. مساء الخير للجميع. بنشكر جهود القائمين على المعرض العقاري اللي بنشوف اليوم في الأردن من أضخم المعارض العقارية. إن شاء الله يكون في عندنا نسبة تسويق عالية، لأننا بنمر بظروف اقتصادية صعبة شوي. إن شاء الله يكون لكل المطورين العقاريين الموجودين هون فرصة كبيرة بالتسويق، وإحنا منطالب مجلس الوزراء بتخفيض رسوم تسجيل الأراضي من 9% إلى 5%. أخي العزيز، يسعد لي هالصباح وإن شاء الله تكون مرتاح، يسلم للي راح. طبعا أكيد كل الشكر لزميلنا هشام ندمور على هذا التقرير الرائع، ومثل ما شفنا كان في مشاركة كتير كبيرة. بما أنه إحنا بسوق العقارات، حكي لنا أكثر يعني ليش هالفترة عم بنحس فيه ركود بسوق العقارات؟ الركود بسوق العقارات له أسباب كثيرة طبعا. السبب دائما الأهم بالركود العقاري أو نحكي في اللي بيصير بشكل عام كركود اقتصادي، منه جزء من الركود العقاري، صار عندنا في معادلة اسمها العرض والطلب. صحيح. العرض صار 4 أضعاف الطلب، التراكم اللي صار 4. احنا كان دائما المتوسط نحكي فيه لازم يكون فيه دائما جاهز للسكن بالترتيب مع جمعية مستثمرين قطاع إسكان، من معلومات مستقاة من عندهم إنه لازم يكون دائما في فائض 23,000 شقة دائما ستاند باي فاضي لأي حدث طارئ بيصير. صحيح. بيكونوا مجهزين حالهم. انت قصدك كوارث طبيعيه او شغلات؟ لا 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 لا, 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 لا ناس بدها تتجوز. صحيح. ناس يعني اجت مغتربه كذا، يكون في دائما جاهزيه. قطاع شركات اسكان او شركات اسكان هذا حكي بتدعم فيه قاعده القطاع الحكومي بتساند فيه. لو كانت هاي الشركات ما قدمت هاي الخدمات بصير هذا العبء على شركات على الحكومه. صحيح. طبعا هذا. صحيح. بصير عبء عليهم. طبعا الأحداث الفترة الأخيرة، هجرة العراقيين من الأردن هذا. نعم. أحد الأسباب. نعم. هجرة المستثمرين، في هجرة نحكي هجرة بسيطة بداية نور إلها، بتوجهوا قاعدين أردنيين يشتروا في مصر في تركيا لأنه الحياة المعيشية. صحيح. أقل. فهذا الحكي أثر. عندك أنت مثلا نحكي 20,000 شقة، فضيوا قبالهم كمان 20,000 شقة. نعم. فصار في ركود. صح.
صار في تراكم، صار في نزول في الأسعار، هبوط بالأسعار، صار العميل اللي بدور على شقة يتدلل. يعني الشقة بقول لك أنا بدي بعرض لصاحب شقة بيعها 100,000 بقول أنا بشتريها 80. يعني صار في فجوة 20% 15%. يعني نحكي صار في تضخم عندنا بالعرض بس ما فيش طلب كثير، وهذا يعزل لأنه طلب في قل. صحيح قل، لأنه في صار عندك أنت يعزى هذا الحكي كلياته، لأنه إحنا هروب المستثمرين كان برا الأردن، ما لاقوا موارد أو خلينا نحكي ما لاقوا جو مناخي لبيئة استثمارية صحيحة. صحيح. طب هذا الحكي كان من طرف مين؟ طبعا هذا الحكي له أسباب كثيرة، بتعلق بأسباب كثيرة ما بدي أخوض فيها، أنا نحكي شغلتها شوي طويلة. صحيح. ولكن في أيدي خفية، ما يعني أنا واجهت في القطاع ومنحاول نسعى، في أيدي خفية قاعد بتضر بالقطاع. لازم 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 يقعدوا كلهم على طاولة واحدة. صحيح. البنوك، وزارة المالية، دائرة الجمارك، دائرة الأراضي. سويت دراسة قبل فترة على موضوع إنه إذا الدراسة بتحكي إذا قعدنا كلنا مع بعض راح نوفر من سعر الشقة من 35% ل 40%. يعني الشقة اللي عم بشتريها المواطن هسا ب 100,000 بيقدر يشتريها ب 60 65. والشقة اللي نحكي في طبروة أو شوف أدران بصير المعروضة بين 60 ل 50,000 بصير تشتريها 35 أسعار زمان. يعني أسعار هي لما نحكي إحنا ما قبل يعني 2005 2006. يعني شروط البنك المركزي للقروض والفائدة، خلينا نكون نتعاون فيها زي دول برا. طبعا. تركيا بتمنحك قرض على فائدة 3%، فيش داعي ل 89%. هاي 6% راحوا. صح. نيجي على دائرة الجمارك مثلا، يحطوا قوانين انه المواد او الخدمات اللوجستية زي البلاط، زي اي شيء بدعم قطاع العقار، الحديد، الاسمنت، يكون تكلفته يكون معفي من ضريبة المبيعات. طبعا. نعم. بيساعد هذا الحكي. صح. هاي 16% اجمعهم. يعني طب احنا ثقافة المشاركة في المعارض عندنا بالذات في هاي في العقارات، هذا الاشي موجود عندنا ولا لا؟ للأسف لا، للأسف. يعني احنا 1800 شركة في الأردن مرخصة قائمة بأعمالها، اللي شاركوا في معرضي لا يتجاوزوا 30 شركة فقط، يعني لا يشكلوا 1% أو حتى 0.5% إذا نحسبها صح. عندهم ركود، أنا قاعد بشتغل على موضوع معرض بمكان واحد تحت سقف واحد بجمع. نعم. لك من 2000 إلى 3000 شخص جايين على المعرض بيدوروا بدي يشتري. طب كون في هاي المنظومة. صحيح. أنت لما عم تشتغل بتكون مبسوط صاحب شركة سكان لما يجيك 20 تليفون، طب أنا جايب لك 3000 تليفون. صح. باعتبار. صح. على المعرض أنا جايب لك 3000 شخص، مش معقول إنه 3000 شخص ما يشتري منهم 10%، 300 شخص. صح. 300 لو احنا كنا عدد الشركات، يعني كل واحد باع 10 شقق في 100,000، كل واحد باع بمليون. صح. محاسبه حسبه بالسريعه بسيطه يعني، بس ما في فكر عندنا، خلص معتمدين على موضوع لسه المنتاليتي القديمه، انه معتمدين على موضوع الحارس. صح. الحارس للاسف. أكيد. صحيح. احنا بنامل هذا الاشي يعني يصير فيه تطور ويصير فيه ازدهار ويصير فيه عندنا وعي في مشاركه القطاع العقاري والاستثمار ان شاء الله. ان شاء الله. وبدي اضيف شغله اخيره وسريعه، أنا بحكي لهم دائما إذا ما كنت موجود على شاشة الموبايل أنت خسران. صح. خسران، يعني خسران جدا، خسران. بهذا الحكي بوجهه لشركات الإسكان، لأنه صار بيدور على شقة في محركات بحث بكتب شقة للبيع، ليش أطلع ألف بحصرهم ستة بأخذ تليفوناتهم بتصل تليفونات وبختصر وقت وجهد. أستاذ محمد، سوق العقارات واسع كتير والحكي فيه أكيد يطول، إن شاء الله أكيد بنتشرف إنه نستضيفك مرة ثانية لنحكي أكثر بهذا الموضوع. شكرك. أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم، شكرا لهذه الفرصة الثمينة اللي شرحت فيها إشي بسيط عن مشاكل ومعاناة قطاعنا. شكرا لك. إن شاء الله مثل ما خبرتك حديثنا رح يطول إن شاء الله المرة الجاي. مشاهدينا هنطلع فاصل نرجع لكم.